عرف نفسك مايكل. مايكل ارمينيوس، عضو اللجنه الاعلاميه اتحاد شباب ماس بيرو. ايه جاي النهارده الجمعه؟ ايه جمعه في حب مصر، عشان خاطر كل الشباب اللي واقف هنا كله ايد واحده، ما فيش مسيحي ولا في مسلم ولا يهودي، حتى لو بيعبد الاله بوذا، في الاصل احنا كلنا مصريين وكلنا بندعي للدوله المدنيه بس. طب ايه رايك النهارده، الاعداد عامله ايه؟ هي مش قصه عدد. الموضوع مش موضوع اعداد، قد ما هو موضوع بيبين مين اللي عنده انتماء للبلد اكتر، واللي جاي عشان خاطر يوري الناس كلها مين هم المصريين اللي نزلوا في الثوره من البدايه. وبعدين تقدر تقول رمضان وساعه فطار وكل سنه طيب، يعني في ناس بتبقى بتفطر في بيوتها، ولسه احنا قاعدين لغايه السحور. تمام. يعني لسه في ناس ثانيه. انت مجهز السحور ولا لا؟ اكيد طبعا، انا لسه لغايه دلوقتي ما فطرتش وافطر مع اصحابي المسلمين. طيب ماشي، كل سنه طيبين ورمضان كريم ومصر المدنيه. شكرا. شكرا. انت صايم النهارده؟